افهم. في تأخير بالنسبة للصحفيين هو عدم احترام له. ينجم يكون صحيح. نحن ما نقبلوش كصحفيين توانسة ما يحترموناش هما في بلادنا. صحيح. قاعدين نعملوا بيب. صحيح. هي ماهيش بيوب، هذه معناتها دورة كأس العالم معناتها بالنسبة لتونس هي معناتها ترفع من سمعة تونس، هو حدث عالمي، تونس كانت موجودة فيه ما بين 88 بلاد والدورة حول العالم 4 مرات ونص برعاية كوكاكولا، لكن كوكاكولا دعم كرة القدم معناتها من الناشئة إلى الفريق الوطني، معناتها طول عمرها دعم فيها من اللي توجدت معناتها في تونس ولا في العالم. فما برشا مسؤولين عن التنظيم، وهذا كوكاكولا هي مع بالاشتراك مع الفيفا، وكان فيه برنامج مسطر بالدقائق، معناتها ما فماش علاش انه التاخير على خاطر معناتها احنا في ظروف في مطار، معناتها المطار فما طائره تنزل وفما كل شيء، وهاو تويكا معناتها خرج الوفد. نحن كيف نجيو نحلوا الحكايه هذه اللي صارت تاخير، فما مسؤوليه نورمال تقصيريه من جانب معين. كي تقول لي فما اشتراك في التنظيم، فما جانب معين هو اللي متسبب في التقصير هذا. صحيح، على خاطر احنا تو في ظروف المطار، فما ظروف معناتها تنظيميه صعبه، وقع تاخير في الطائره وقع تاخير في بعض الاجراءات، مانيش نحاسبوا في سلطه المطار. معناها توانسه هما اللي ما احترموش الصحفيين التونسي. ما فهمي انت علاش خديتها معناتها موقف احترموا ولا ما احترموش؟ بعضنا ديما النظره اللي نقصد ديما ما نحترموش. لا لا مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح، هذيك امور تنظيميه واجراءات معناتها مع السلطات معناتها لازم معناتها باش تمر بها. فهمت؟ فما شكون حكى على كونه فما استديو جمله في وسط الطياره، معناها فما دي ميديا عامل يعمل في الانترفيو تاعو. لا لا هما فما بعض وسائل الاعلام اللي باش تكون متواجده في كافه الجوله في تونس مشات لمصر وغطات معناتها من مصر الى الان في الطائره، معناتها ما فماش من هنا معناتها كيفاش وسائل الاعلام موجوده وسائل الاعلام غير موجوده، الناس الكل وقع استدعاء معناتها ما فماش معناتها امتيازات خاصه. باهي حاجه كيما ذا تقلق برشا سوق تونس، شوفوا مصر معناها امور الامنيه اقل منا اخيب منا وتنجح في تنظيم حدث كيما ذا في حضور الالاف من الصحفيين، احنا في تونس 100 صحافي وحنا في حكايه كيما هكا. احنا ما وحلناش، انا ما نجمش تو نثبت معناتها كيفاش صارت العمليه التنظيميه في مصر، حتى الوفد التونسي لما انتقل من وسائل الاعلام ما كانش عندهم الفرصه انهم يدخلوا من المطار.